وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيدة مريم حسن الصائغ، عضو مجلس النواب. أهلا بك في نشرة أخبار الثالثة. إذن انطلقت اليوم أعمال اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، فلو تطلعينا عن أهم ما تم مناقشته بهذا الشأن. يا أهلا فيكم، مساكم الله بالخير واشكركم على هذه الاستضافة. طبعا اليوم بحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية، عقد اليوم الأربعاء أعمال استماع اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية برئاسة النائب أحمد صباح السلوم نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية رئيس اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية. ولا شك أن استضافة مملكة البحرين لهذا الاجتماع واحتضان العديد من المؤتمرات والفعاليات البرلمانية وغيرها إنما يأتي تأكيدا لما تتميز به البحرين من تقدم وتطور في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. ويأتي الاجتماع في إطار اهتمام مجلسي الشورى والنواب بتعزيز العمل الآسيوي البرلماني المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما يمثل ركيزة أساسية وأولوية ثابتة للدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين وانسجامها مع التوجيهات الملكية السامية. وقد شهد الاجتماع مناقشة ثمانية مشاريع بقرارات حول إنشاء سوق طاقة آسيوي، القضايا البيئية، ضمان الجهود المبذولة من أجل النمو الاقتصادي الآسيوي، القضاء على الفقر، دور برلمانات الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، المياه والصرف الصحي في آسيا للجميع، اعتماد خارطة طريق تنص على اتخاذ تدابير لتحفيز التمويل الأخضر، المبادرة المالية الآسيوية المتعلقة بالمناخ، وكذلك مناقشة تقارير رؤساء فرق العمل المعنية بجانب اعتماد التقرير النهائي تمهيدا لرفعه الى الجمعيه البرلمانيه الاسيويه في اجتماعها المقبل. وقد ضم وفد الشعب البرلمانيه لمملكه البحرين المشارك في اعمال اجتماع اللجنه المعنيه بالشؤون الاقتصاديه والتنميه المستدامه سعاده الدكتور عبد العزيز حسن ابو رئيس الوفد وسعاده الدكتوره ابتسام محمد صالح الدلال نائب رئيس الوفد وسعاده النائب مريم حسن الصايغ وسعاده النائب عبد الله خليفه الرميحي. سعادة السيدة مريم حسن الصائغ عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.